لعب كرة عرضية خطيرة لكن تبعد في اللحظة الأخيرة، تعود من جديد وممكن تسديد. الله محمد، محمد علي بن معمر، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد على هذا الهدف، هدف في منتهى الروعة لفريق الدفاع الحسني الجديدي. كانت خطيرة هذه الهجمة، والتسديدة بالمليمتر ذهبت في الزاوية الصعبة المستحيلة على أمين حارس المرمى مصطفى الزغبي، لم يكن ليفعل لها أي شيء على الإطلاق. كان الخطأ في التشتيت، جاءت الكرة على الطبق من ذهب لمحمد علي بن معمر. يا ولد يا ولد يا ولد على التسديدة، تسديدة ولا أحلى ولا أروع ولا أجمل. هذا بالفعل يأتينا من رائحة أهداف كأس العقبة طبعا المنتخب الفرنسي الأجمع للفريق الجزائري، والمرور، المحاولة العرضية. الله يا ولد يا عبد المؤمن، يا ولد يا ولد يا عبد المؤمن، عبد المؤمن جابه، والتسديدة بالقدم اليسرى وكما جاءت سدد عبد المؤمن، جابه بيسرى بوجه القدم اليسرى الخارجية. يا ولد يا ولد، لو يبحث عن التوزيع، ممتازة خطيرة للويب. اسمك وفاق سطيف حتى تسجل في ظروف صعبة مثل هذه، في ظروف كم كانت صعبة ومعقدة. هو غش الذي يلهب المدرجات، هو الذي سجل الهدف الثاني في ظروف صعبة ومعقدة. تعود الروح للرئيس حسن عمار، يعنقه ومن حقه أن يعنقه بشدة لأنه هو الذي استقدمه للوفاق الصيفي. هذه الإعادة، كيف جاء الهدف؟ جاء من عبود بتمريرة ميليمترية لغش أسامة الدين. سبق الجميع، سبق الجميع، وانطلق كالعفريت داخل منطقة العمليات وخطف الهدف، خطف الهدف الذي يعيد الوفاق الصيفي في سباق كأس رابطة أبطال إفريقيا. حرمك الحكم، قصب من ضربة الجزاء يا غش، فطأرت لنفسك لحظات وصور ومش لوفاق الصيف. تمريرة والبحث عن كرة عرضية، هذه التسديدة. هدف التعديل يأتي الآن لوفاق سطيف، هدف التعادل يأتي الآن لوفاق سطيف، وفرحة رشيد الطوسي مستحقة بكل تأكيد. هدف مستحق عن جدارة واستحقاق بعد اختراق من الجهة اليسرى والتسديدة مباشرة في المرمى من جانب اللاعب حبيب بوقلبونة. يا ولد، يسجل هدف التعديل ويسعد العشاق والأنصار من محبي وفاق سطيف. جاءت الجملة من هذه الجهة عن طريق حسام الدين، مر وعدى وفات وتحرك له، ايه روعة روعة التحرك بين الحبيب. يا ولد يا ولد.